هذه مزيانه. بعدا دابا الملفين كانوا بقاو واحدين في امبوتياج النهار كامل تقريبا، ولكن دابا ملي جيت منها اليوم كتبان لي القضيه مزيانه، خفات شويه السيركيلاسيون ولات بعدا منفسه. بنادم اللي باغي يمشي ديريكت لتحت كيمشي، واللي باغي يمشي من هنا راه المهم الامور مزيانه. الامور دابا مزيانه صافي بخير. هو انه هو البروجي حد سي اس ان بو مال بلانيفي او نيفو دو لونسمون ديال من لو ديبار، كان خصهم يفكروا فهاد الناس ديال اللي عندهم سوسيتي لهيك كيفاش غادي يخرجوا هذاك الجمهور مع الناس اللي يجيو. حيت دابا افيك القنطرة كانت واحد لا فيتاس كثيره، وقع واحد نقولوا دي ترونكلومون في غدوه، هذا كل مشكل ما فكروش كيفاش غادي يخرجوا هاد الناس بالسرعه، والناس تخوي هذاك الجبهه غادي يجي. وقع لنا مشكل عويص بحال اللي تمنينا لله ان هاد القنطره ما تحلش على هاد المشاكل اللي وقعت من بعد. هذا هو الراي ديالنا هذا، لان تفضل يكون واحد البلانيفيكاسيون على الافونس، يفكروا في هاد المسائل كلها من قبل ما يوصل هادشي باش ما يوقعش هاد المشكل. لا مزيان خصهم يحيدوا ديك لو غون بوان اللي تماك، كوم سا تبقى فري دو دو كوتي. هادشي غيخفف من الازدحام. مزيان سيتون بون شوز، خصهم يكثروا من بحال هاد ليزينيسياتيف.